مساء الخير. مساء النور. رجاء انشغل باله عليكم كتير. طيب هو موجود؟ نام وهو عم يستناكم. منيح، لأني أنا كنت حابة أحكي معك أنت. إذا بتحبي تفضلي لجوا. ما توقعت إنه بيوم من الأيام حدا يعزمني على بيتي. فوتوا ماما. يلا يا بنات اطلعوا لفوق. ماشي؟ يلا. هلا وقتك انت. هلا وينكن انتو؟ وليش مسكرين موبايلاتكن؟ مو مسكرين وخالص شحنون، اما اذا حابب تعرف وين نحن فنحن عند رجا. نعم؟ كانت ليلى على اساس بدها تراجعن على جنينه، بس ضلت عم تفتلنا من قرنه لقرنه واخر شي جابتنا لهون. منيح على القليله رجعت البنات، كنت خايف انه تاخذهم معها. طول الطريق ما حكيت ولا كلمه، بس ما بتصور انها كانت عم تخطط لهيك شي. على كل حال انطروني انا جاي لعندكم فورا. لا اياد ما في داعي تيجي، لانه نحن مو مطولين هون. ما بعرف شو عم بيصير معها جوا، بس الوضع لهلا عادي. شايفة هدول الشجرتين؟ مع كل بنت زرعت واحدة. كبرانين كتير مثل هالبنات. ليلى شو اللي حابة تحكي لي اياه؟ ولما عملنا المسبح وقتها كركبنا الدنيا، ضليت 3 شهور حاسة حالي عايشة بورشة، وهدول كمان. طب ليش عم تحكي لي كل هالشي؟ لأنك أخدتي مني كل شي بسهولة، ديري بالك عليهم. أنا ما تزوجتهم مشان هدول الشغلات، كلهم هدول ما بيهموني. أنا طالبة يكون عندي عائلة، وأنا طلبي الوحيد رجع بناتي. ساعديني مشان رجع بناتي وبعدين خدي كل شي بدك يا مني. لما أمنتيني عليهم يا ست ليلى كنتي بتشكي إني رح فرط فيهم؟ إنتي لازم تساعديني، أنا ما فيني عيش من دونهم. أنا الحمد لله صار عندي عائلة، ومن ضمن هالعائلة هدول البنات. لهيك إذا حابة تروحي على المحكمة روحي واعملي اللي بيطلع بإيدك، لأنه هالقصة خلصت من زمان والبنات تأقلموا مع الوضع الجديد. وين البنات؟ رجا رجا رجا، البنات فوق بترجاك، طول بالك شوي. خلص اهدى. أنا وثقت فيك، أنت وعدتيني. بفكر إنه ما خطر لي أخذن وأهرب فيهن؟ منعت حالي مشان ما ساويها. برأيك الأم قديش بدها وقت لحتى تشبع من بناتها المحرومة منهن؟ إلعي من هون يا رجا. اهدى أوعك.